السلام عليكم. اكتر البرامج شهرة من برامج البيم في النرويج، وطبعا النرويج من ضمن الدول المتميزة جدا في مجال البيم. بنلاقي عندنا بالنسبة للبرامج اللي هي بتاعت البيلدينج اند كونستراكشن، هنلاقي عندنا برنامج زي برنامج الريفت، وعندنا برضو موضوع الداينامو ناس كتيرة شغالة بيه اللي هو بيبقى جوه الريفت، بحيث ان انت تبرمج بدون ما تقعد تكتب كود. في برضو برنامج، البرنامج ده فنلندي اسمه ماجيكيد، تمام. ده البرنامج ده خاص بشغل الكهروميكانيكال، وفي امكانيه نوع من انواع الذكاء الصناعي ان هو يشتغل باكواد معينه او يوزع حاجات معينه او يكتشف المشاكل ويبدا يحاول يحلها، يعني لو في تعرضات يبدا يقول لك عليها. في برنامج تيكل ستراكشر، وده خاص بالستراكشر زي ما اسمه، خاص باقوى في مجال الستيل. عندنا برنامج الاركيكاد، وده من البرامج المعماريه القويه جدا. عندنا برنامج الراينو، وطبعا الجراس هوبر، وده زي الداينامو بالنسبه للريفيت، ممكن نتطور عنه شويه. عندنا برضو برنامج تاني اسمه تريمبل نوفا بوينت، ده من ضمن البرامج القويه جدا في مجال الانفراستراكشر. وعندنا برنامج اوتوديسك سيفل 3 دي، ده برضو انفراستراكشر. وفي برنامج فوكست كاد، ده سيفل 3 دي ادينز بتتسطب جوه السيفل 3 دي عشان يدي شويه امتيازات خاصه بيه الطرق واللاندسكيب اركتكتشر. عندنا برنامج برضو خاص اسمه جيميني، جي اي ام اي ان اي، ترند خاص بالشبكات برضو. عندنا بالنسبه وبرضو اوتوديسك انفرا وركس، دي برضو من البرامج في المرحله الاوليه اللي هي سكادا ديزاين. في برنامج اسمه تريمبل كوادري، ده من البرامج القويه بالذات ان هو بيقرا ملفات الاي اف سي وبيعمل اداره لملفات المشروع. عندنا سوليبري اوفيس، وده برضو من البرامج الكويسه جدا في مجال البيم كواليتي اشورنس اند كواليتي كنترول. عندنا نفس وركس مانجر مانش، ده بيقدر يعمل 4D ويقدر يعمل موضوع الكلاشات. طيب بالنسبه للكوماند داتا انفايرمنت، هو بيشتغل على البيم سينك، فبترفع الملفات وتقدر تشتغل عليها او بيم 360. وفي برنامج ترامبل كونكت برضو، كل البرامج تقريبا شرحناها في بيم عربي. وفي برضو برنامج سيمبل بيم، تقدر ترفع الملفات وتقدر تشوفها مع بعض. دي اهم البرامج اللي بيشتغل بيها في النرويج ودول الكومنولث.